10 هكتار وأرض فلاحية بامتياز، عندك زوج آبار والسونتر فيل قريبة ليك، الاستثمار هنا راح يكون ناجح إن شاء الله. السلام عليكم متابعينا الأوفياء، متابعي الوكيل إيموبيلي. رانا نوفر لكم عروض للعقارات بمختلف أنواعها، أراضي، فيلات، شقق، محلات تجارية ومن مناطق مختلفة. يسمى معانا ما كاش كيفاه ما تلقاش العقار اللي يوالمك. ما عليكم غير تتابعونا عبر جميع صفحاتنا الوكيل إيموبيلي باه يلحقوكم كامل عروضنا. من ولاية المدية دائرة بني سليمان بلدية جواب، في حي جواب جبنا لكم قطعة أرض للبيع، أرض بمساحة واسعة وكبيرة، الطريق الرئيسي قدامها والمسجد أيضا، ومسافة 5 دقائق برك تلقى روحك في السونتر فيل، يعني المرافق كامل القراب ليك، مراهيش في بلاصة بعيدة على لافيل، الشي اللي يساعدك في بزاف أمور. هاي ليكم الارض تاعنا في جوجل مابس، الحدود تاعها يبينوا لكم باللي الارض راهي بمساحه كبيره الله يبارك، وتقدر تكون كمستثمره فلاحيه بيسك الخصائص تاعها كامل اللي يساعدوك في هذا الاستثمار. راهي بمساحه 10 هكتار، وكما قلت لكم الطريق الرئيسي والسونتر فيل قراب ليها. هذه هي قطعه الارض تاعنا، نقولوا الله يبارك قبل من بعد نكملوا نهضروا عليها. وكما راكم تشوفوا الطريق الرئيسي راه قدامها، يسهل لك الديبلاسمون كي تروح تنقل المحاصيل ولا كي تبدا تغرس، ايضا العمال راح يلحقوا بالخف. راهي بمساحه تخليها مستثمره فلاحيه كبيره، وتخلي الاستثمار هنا ناجح ان شاء الله. الحاجه المليحه هنا انه عندك زوج ابار، هاوليكم البير الاول والثاني راه في الكوتي الاخر، يعني الماء راه متوفر هنا وراح تكون مهني من هذه الناحيه، وايضا هذو الزوج ابار راح يساعدوك بزاف في نجاح الاستثمار تاعك. بالإضافة للماء الأرض راهي تتوفر على الكهرباء والغاز، كل حاجة تحتاجها في هذه الأرض تلقاها. عندك مساحة كبيرة تقدر بعشرة هكتارات، راك قريب للطريق الرئيسي، الماء اللي راه عنصر أساسي في الاستثمار الفلاحي متوفر هنا، والأرض راهي زراعية بامتياز، وأيضا راهي فارغة ونقية ما تعبكش بزاف باه تبدأ تغرس، يعني الأرض ما عندنا ما نقول عليها، والاستثمار هنا راح يكون ناجح إن شاء الله. التفاصيل تاع الارض كامل راهم يبانوا في الفيديو، تقريبا راهي مستويه وفارغه وكلش راه واضح قدامكم. انا نشوف باللي هذه الارض هي الارض المناسبه باه تبدا الاستثمار تاعك، توكل على ربي برك وراح تنجح ان شاء الله، خصوصا انه الارض ما راهيش في بلاصه مقطوعه ولا خاليه، راهي قريبه لوسط المدينه والمساحه تاعها راهي مناسبه للاستثمار الفلاحي. 10 هكتارات تقدر تغرسها محصول واحد ولا تنوع، يعني القرار يبقى ليك. وبما انه الارض راهي زراعية وتتوفر على الماء ما راحش تلقى مشاكل هنا. متابعينا إذا كنتم مهتمين بهذا العقار اللي راه عبارة عن قطعة أرض للبيع بعقد عرفي بمساحة كبيرة في ولاية المدية دائرة بني سليمان بلدية جواب حي جواب، وحبيتوا تعرفوا تفاصيل ومعلومات أكثر على هذا العرض، تواصلوا مع صاحب العقار اللي راح تلقاو رقمه أسفل الفيديو وفي التعليقات.